انا مش قلت لك 100 مره الجرنان ده ما يجيش هنا عشان البني ادم ده بيكره اخويا؟ وانا مالي، انا ليه باللي بيكتبه، وبعدين انا بقراه من زمان جدا. على فكره انا بهزر ما بتكلمش بجد. انا بهزرش، الجرنان ده لازم يتصادر. يتصادر ده ايه؟ اذا كانت الحكومه بنزات نفسها ما تقدرش تمنعني اشتريه، حصلتني انت في البيت كمان. ايه سمعني كده لحسن من السمعه؟ الحكومه بتاعتك يا حبيبي دي بره، لكن البيت هنا لحكومه تانيه خالص. انا الحكومه، سامع؟ طب هتقول ايه بقى في لعيبه الكوره اللي بياخدوا فلوس قد كده وهم ما بيلعبوش، والممثلين اللي بيمثلوا اي كلام، والمغنيين اللي بيغنوا اي كلام؟ مش كلهم بيعملوا كده. اه كله بيعد بنكنوت. هي دي بقى فكرتك عن بلدك يا وسيم، نص الكلام اللي بيتقال ده كده وتجاره. الراجل ده بيتاجر بمشاكلك عشان يبيع مش اكتر، ما عندوش اي هدف تاني. احنا لسه ما اتكلمناش في السياسه، تعالى بقى لما اقول يا عم. عايزين نروح على رجلينا، مش عايزين نروح في بوكس. انا تحت حمايتك يا ريس. لا لا مفيش بوكس ولا حاجه يا كوثر، البوكس هنا في دماغه. نهزر بقى، راجل محترم وبيحافظ على مصالح الناس الغلابه. طيب واذا اثبت لك انه بيتاجر بيهم مش بيدافع عنهم؟ هعمل نفسي مصدقك لحد ما امشي، لكن اللي في القلب في القلب. بقول لك طحالب خضره في نفسيته حقود. خلصنا. كسفتني وخليت رقبتي قد السمسمه، كل ما اخدك معايا في حته تفضحني بالشكل ده. ايه يعني في ايه؟ كنت بقول رايي يا اخي. خلي عندك دم، اخويا واخدك معايا يعمل معاك واجب ويعشيك، تقوم تتكلم على عدوه بالشكل ده؟ يعني ايه؟ ابيع مبادئي واغير ذمتي بعشوه؟ الله يخرب بيتك وبتقرك عليا. انت متغاظ مني عشان مش عارف تكسب زيي، عشان كده بتحقد عليا. ما تشخصنيش الامور يا اخت كوثر. اخت المسألة مسألة مبدأ. الراجل عقله فوت ولا ايه؟ على ما اذكر اني متجوزاه على سنة الله ورسوله، وبيقول عليا اخت. هو انا هفضل اخت طول عمري ولا ايه؟